مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. لليوم السادس على التوالي، أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد ميليشيا قسد. وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني على عدة محاور قتالية. الصين والهند، توتر الحدود يتصاعد بين البلدين على خلفية الصواريخ الباليستية. طرد حاجز للجيش العربي السوري في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي في محافظة الحسكة طرد رتلا للمحتل الأمريكي يضم 5 مدرعات عسكرية حاول المرور من المنطقة. وقبل أيام اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية قبور الغراجنة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، ومنعه من دخول القرية وطرده من المنطقة. اختطفت ميليشيا قسد الشيخ محمد حسناوي الجدوع من عشيرة الجبور في وقت تواصلت فيه احتجاجات أهالي ريف دير الزور الغربي ضد ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي لليوم السادس على التوالي، مجددين مطالبهم بطرد هذه الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من مناطقهم. وذكرت مصادر أهلية عن أهالي بلدات الحوايج والكسرة والحصان وقصيبة والمالحة خرجوا منذ الصباح بمظاهرات ضد ميليشيا قسد، وقاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وترديد هتافات وشعارات تطالب بطرد الميليشيا والاحتلال الأمريكي من منطقة الجزيرة ومحاسبة قادة ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع للميليشيا، وذلك على خلفية ارتكابهم الجرائم ونهب الثروات الوطنية وتقديمها للاحتلال الأمريكي. استمرت أزمة مياه الشرب في مدينة الحسكة مع تكرار التعديات من المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة للنظام التركي على محطة مياه علوك الواقعة في قرية علوك شرقية مدينة رأس العين بنحو 5 كيلومترات. وتسببت هذه التعديات في أزمة مياه خانقة للأسبوع التاسع على التوالي في معظم أحياء المدينة وأريافها، ما أدى إلى موجة عطش لنحو 1 مليون مدني يقطنون هذه المناطق. وأكد مدير مؤسسة المياه في الحسكة محمود العجلة في وقت سابق أن تعديات المسلحين الذين يسيطرون على خط جر المياه الواصل من المحطة باتجاه بلدة تل تمر، إضافة إلى استجرار التيار الكهربائي من المحطة لسقاية المحاصيل الزراعية، أدى إلى عدم انتظام عملها وخروجها عن العمل بشكل متكرر يوميا. أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي باشكوف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول استنزاف روسيا جيوسياسيا وتكنولوجيا بمختلف الوسائل والطرق، لكنها لن تحقق أهدافها. ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوشكوف في الولايات المتحدة: يدرك العديد من المراقبين حتى المدونون أنه لا يمكن هزيمة روسيا، لكن أصواتهم لا تؤثر في سياسة إدارة بايدن التي يتمثل هدفها في استنزاف روسيا على المدى الطويل من الناحية الجيوسياسية والتكنولوجية. وأشار بوشكوف إلى أن سياسة واشنطن لا تتأثر بأولئك الذين يفهمون عدم جدوى مثل هذه الأهداف، لافتا إلى أن العديد من وسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين أكدوا أن هذا النهج يمكن أن يضر بالولايات المتحدة، لكن هذا لم يغير سياسة البيت الأبيض تجاه روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تتجه لمهاجمة مطار
إنجلز العسكري في مقاطعة ساراتوف. وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك إن 3 عسكريين قتلوا جراء سقوط الحطام. الدفاع الروسي كشفت عن تدمير القوات المسلحة ورشة صيانة أسلحة للقوات الأوكرانية في مدينة كراماتورسك، كانت تضم راجمتين من نوع هامرز ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع. هذا وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 200 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا أجنبي على محاور القتال. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كونشنكوف حسب ما أفادت قناة روسيا اليوم إنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية سو 27 و3 مروحيات عسكرية من طراز مي 124 ومي 8 في جمهورية دونيتسك. هذا وقد عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لنظام الدفاع الجوي أوسا بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة العملية الخاصة. كما نشرت الوزارة مجموعة من لقطات العمل القتالي لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات S-300 في المنطقة العسكرية الغربية خلال العملية العسكرية الخاصة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين إن الغرب سيشهد قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي. وأضاف لافروف خلال لقاء مع وسائل الإعلام الروسية أن الغرب حينها سيتعين عليه التفاوض بصرف النظر عن رغبته في ذلك. وأكد لافروف أن واشنطن تدفع العالم لاتخاذ موقف عدائي من روسيا، والغرب فقد مصداقيته كشريك في العلاقات الاقتصادية والسياسية. وقال لافروف خلال الاجتماع: لن نعتمد على الغرب وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الاستقلالية في بلادنا. أرسل جيش كوريا الجنوبية طائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الشمالية الحدود الجنوبية بين الجارتين. ونقلت وكالة يونهاب عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا الجنوبية قولهم إن حرس الحدود فتحوا نيرانا تحذيرية. ووفقا للوكالة تم اكتشاف الطائرات المسيرة لكوريا الديمقراطية الشمالية في الحدود الجنوبية بين الكوريتين. وردت سول بإرسال طائرات عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى، ولم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الطائرات المسيرة مسلحة أم لا. ووفقا للمعلومات عبرت الطائرات المسيرة خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين. أفادت وزارة الدفاع الهندية أنها سمحت بشراء حوالي 120 صاروخا باليستيا من طراز برالاي، وستنشرها على الحدود مع باكستان والصين. هذا ويمكن لصاروخ برالاي شبه الباليستي أن يضرب أهدافا على مسافات 150 إلى 500 كيلومتر، كما يمكن أن يغير مسار رحلته مما يمنع من تدميره بالصواريخ الاعتراضية. إلى الحدود مع باكستان والصين 120 صاروخاً باليستياً تلوح بها الهند، وكأن موضع التوتر لا يدخل مساحة النسيان. الدفاع الهندية سمحت بشراء الصواريخ من طراز برالاي التي يمكنها ضرب أهدافها حتى 500 كيلومتر، وبذلك تكون نيودلهي كشفت عن خطوتها الأولى بعيد أسابيع من اختبار باليستي أطلق من أول غواصة تعمل بالطاقة النووية. القصة بدأت أواخر العام 2021. الأركان الهندية كشفت عن سعيها لاكتساب قوة صاروخية خاصة بها، وكأنها تعترف باختلال توازن قوتها في هذه المساحة من القدرات أمام باكستان والصين.
إلا أن هدفا يدلهي هو إنشاء شبكة صواريخ متكاملة ومتصلة بالقوات البرية والجوية والبحرية، مستفيدة من حزمة مالية لشراء أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. ولأن الحرب عند الهند تعني الحدود، حصلت نيودلهي على مروحيات هجومية مصممة من أجل الاستخدام في المناطق المرتفعة مثل جبال هيمالايا حتى لا يعاد مشهد الاشتباك مع الصين عام 2020. تقول صحيفة ذا تايمز البريطانية إن الهند نقلت حشوداً من قواتها إلى الحدود المتنازع عليها مع الصين التي اكتفت بوصف الوضع على الحدود بالمستقر إجمالاً، مؤكدة أن المفاوضات بين الجانبين مستمرة حول حدود جبلية تمتد قرابة 3400 كيلومتر، فيما يقول التاريخ إن الهدوء غلاب عليها منذ العام 1962 عندما تلقت الهند هزيمة، ومع ذلك احتفظت بولاية أرناتشال براديش بعد انسحاب القوات الصينية وسط ضغوط دولية. وعلى مدى عقد من الزمن تزيد الهند من الإنفاق الدفاعي بنسبة 50%. إلى عناوين هذه النشرة لليوم السادس على التوالي، أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد ميليشيا قسد. وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني على عدة محاور قتالية. الصين والهند، توتر الحدود يتصاعد بين البلدين على خلفية الصواريخ الباليستية. ختاما شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.